السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم حمادة. هنركب النهاردة إن شاء الله في كيا بيكانتو، تمام، شاشة مع كاميرا، وده مكان البصمة. لو في بصمة بتحط البصمة، مفيش بصمة بتحط الطبة دي، اسمها طبة، تمام. الكاسيت اهو، ده شاشة MP5 3008 دبل بيز، دي انضف شاشة بصراحة انا ركبتها في الشاشات كلها اللي هي العادية الام فايف. ام فايف انت ممكن تحولها اندرويد بطريقة عن طريق الميرور لينك، فاهم؟ يعني انت تفتح نت من عندك مع الموبايل وتديها هي ميرور لينك تشتغل معاك كأنك بالظبط جايب شاشة اندرويد، وتوفر 1002 كمان، ده الضمان. هذه الشاشة اهي كأنها اندرويد بالظبط، مفيهاش اي مشاكل ولا فيها اي حاجة، ولا صورة وحشة على هي عشان هي مش اندرويد ولا الكلام ده، لا شاشة محترمة وصورة نقية وكل حاجة وسريعة وكل حاجة، يعني ايه شاشة كويسة بصراحة. اهي دي الوصلات اللي من ورا، وصلة صب، وصلة فيديو اوت وفيديو ان، وصلة سماعات، وصلة كهرباء، تمام. وده منظر الشاشة، دي شاشة 9 بوصة. بعد ما ركبناها في الفريم اهي، هبص القديمة ازاي ودي الجديدة، يعني نحط الهوايات، ناخد الهوايات من القديم ونحط في الجديد، والبصمة هنقفلها ان هي مفيهاش بصمة العربية دي، في نوع تاني بينزل منها بصمة، نروح حاشين الغطا ده ونركب البصمة في المكان الفاضي اللي في الفريم الجديد. وادي الكاسيت القديمة اهو بدرج، شايفين؟ انت بتحول العربية، بيبقى في منتهى الجمال بصراحة في عربية يا جماعة. الشاشة اهي بعد ما قفلناها وحطينا الهوايات، هوايات التكييف والطبة بتاعت البصمة، وادي فيش على فيش اهي، ما لعبناش في اي حاجة، تمام. ادي فيش العربية، وادي فيش اللي احنا ركبناها اهي، خدنا الفيشة بتاعت الكاسيت قديم وركبناها على طول عليه، تمام. شغل الكاسيت كده، بسم الله، عربية كيا. طبعا ظهرت علامة دبل بيز، احنا بنلغي العلامة دي ونخليها كده، يعني كأنه بتاع عربية بالظبط. وزي ما شايفين دي القائمة الخارجية اهي، وادي الكاميرا بعد ما ركبت. وكده احنا مشغلين فيديو، وسريعة وصورتها نقية ومفيهاش اي مشاكل. ودي كانت شاشة دبل بيز مع كاميرا خلفية في كيا بيكانتو. كان معكم حمادة دي جي.